اليوم يا دي اسكو رغم عبد السلام اليونسي يتحمل وحده مسؤولية في ملف الكاميرونيين. من الاول من بعد بداية من نشر القضية من طرف الزوز ملاعبين هو اي، اما من الاول لا، من الاول شكون؟ من الاول الحقيقة انت ربي معناتها زاد للتاريخ معناتها نقولها ونعاودها، لو مجدي الخليفي ما عنده حتى علاقة بالملف هذاك، لكن ظهروا في الصورة معاهم وقتها. خاطر وقتها النادي الافريقي ما عندهمش وين يجتمعوا، مشاو البيرو مشاو البيرو مجدي. مجد الخليفي هو اللي قايدهم في التي ام اس، هابش نقول لك وهذه تقريبا هاني النقطة اللي اي وقفت هابش النادي نقول لك. الافريقي، لا كيفاش انا تقول لي ما نحكي عنده على حتى جلبهم، لا مسؤولية؟ لا لا نحكي على جلبهم، ما عنده حتى مسؤولية في جلبهم. اش صار؟ تحب نحكي لك اي على الملف بسرعة. الكاميرونيين جاوا اترافير ان اجون واللي تكفل بهم في تونس وهزهم وشاف لا نيغوسياسيون دو كونترا هو عضو هيئة مديرة خليل محجوب، ماهوش مجدي الخليفي. بعد ما وقع خليل محجوب هو جابهم الكاميرونيين، لا وكيل، ثم وكيل جابهم، لكن اللي حكى معاه اللي نسق من الهيئه المديره هو خليل محجوب، وقع مضى العقد هذا انا عرفته من بعد، انا وقتها مانيش معاهم، مانيش عضو، مانيش ناطق رسمي، انا جيت بعد فيفري. دونك وقتها هو اللي عمل مجدي الخليفي هذه الغلطه نتاعو اللي حكيتها انت، انهم بمجرد مضى العقد فمشى يزرب في ساعه ولانساهم في التي ام اس، وهذا كان برا سالو قال لك انا بون جو لي في دو بون فوا. انا سالته علاش زربك مازال قدامك شهر كامل، اش زربك؟ ومسؤول في خبرة مجدي الخليفي تقريبا، خاطر هو خلينا نكمل لك سؤال سي كمال، منذ سنوات في النادي الافريقي حتى تقريبا كان بحضية المحامين اللي رفعوا قضية في لجنة مكافحة الفساد، إذا قلت لك مسؤول في خبرة مجدي الخليفي ما يغلطش خطأ كما هذا معناها. راهو هو لا كاليفيكاسيون في التي ام اس ماهيش خطأ. مش خطأ. إذا كانت مكاليفيته قبل ما يعطيك الأوكي عليه لونترينور معناها. إي هاني قلت لك ما هو إذا كانت أنت هذه تكاليفيه وبعد تنحي بجمعة شنو هو هذا الإشكال، هو خاطر ثم اللي موجودين وقتها عطاو الفيفير. كي جا جوزي ريغا هو اللي أبعدهم راهو. شكون موجودين وقتها؟ ما نعرفش شكون وقتها. وجوزي ريغا أصلا كيفاش أبعدهم هما ميم با عملوا سيونس دونترينمون. لا 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 خلافا لا عملوا سيونس دونترينمون في حمام بورقيبة، هما روحوا من حمام بورقيبة. مو ثم كلام مش صحيح راهو، هما مشاو اي نعرفوا انا ميم با هبطوا لا 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 مشاو الحمام بورقيبه وجوزي ريغا شافهم قال لهم شنو هالكارثه هذي هز علي ما قبلهمش. باهي هذا الخطا الاول اللي صار، تحمس مسؤوليته خلينا محجوب. لا جيب انا قلت لك شكون نيغوسا مش خطا، هو جاب جا جون اذا كانت ولد في ملاعبيه تقيدهم وبعد اللي قيدهم هو مجدي، هاني قلت لك معناتها هي تسلسل الاحداث، جا وكيل الاعمال هذا صاروا نيغوسياسيون تكفل بها خليل المحجوب صار هو العقد. ظهر لي كوميون نتاع اخطاء الخطا كيف الاخر عمليه الفسخ نتاع الاخطاء الاولانيه، الخطا الكبير الاولاني هو التسرع في انهم في تاهيلهم عبر المنظومه ذيك. مازال عندك ان لابس دو طون كنت تستنى، هذا الخطا الاولاني تستنى عندهم شكل سيرتيفيكا وكل شيء. الخطا الثاني هو عند نشر القضيه من طرف هو لا عند اجراء الفسخ كتب الفسخ. لانه هما وقت جوزي ريغا قال ما نقبلهمش يا رسول الله هز تليفون كلم كمال بن خليل كلم تومي، وقتها تومي رئيس لجنه الحبايه راهو معناتها تومي وقتها مازال الشهر الاولاني. سي كمال هنا انت كنت بحضيه في حصه من الحصص وقلت عندي كتب الفسخ ولو كلوب باش تربح القضيه وشفتوا كتب الفسخ وامور مريقله معناها. لا 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 انا وقت جيتك وقتها ثم الكتب الثاني اللي من بعد مرمى بالتدليس، ما خليني تو نكمل لك انا قريت كيف لحظه برك، لانه هو صار من الاول كتب، الكتب اللي صار الاولاني ماهوش فسخ مكتوب فيه بالضبط نترجم بالعربيه اني الممضي اسفله فلان الفلاني اصرح بعدم رغبتي في اللعب في النادي الافريقي. الكتب هذاك ما اعتمدوهش كي شافوه من بعد، شنو هذا مش قانونيا ماهوش فسخ ديجا وقتها الملاعبيه قصدوا ربي. صار الكتب الثاني اللي نحكي لك عليه الذي اتضح فيما بعد انه مش صحيح اللي عملوا كيف خلينا محجوب. لا ما نعرفش شكون عملوا، شهاده لله ما نعرفش شكون عملوا، اقسموا بالله نحلف لك بالله ما نعرفش شكون عملوا. الاول شكون عمل؟ الاول عملوا ويقولوا معناتها في الاداره نتاع النادي الافريقي، ما نعرفش موظف ولا موظفه في سميت خليل محجوب ولا؟ لا قلت خليل هو اللي جابه، اللي جابه هو اللي جابه. باهي علاش ما شكاش عبد السلام اليونسي في التحقيق؟ هاني باش نقول لك انا، دونك لهنا نرجعوا قلت لي انت عبد السلام، هنا نقول لك على عبد السلام، وقت لي اللاعبين روحوا والمحامي نتاعهم شافك الوثيقه ذيك قال سي دو نامبورت كوا، دونك رفع القضيه. وقت لي النادي الافريقي نازعت مشى هو مباشره الرئيس، شنو صار من بعد؟ من بعد جاوا هكا المكتب المحاماه
مسيو اندرشنوا وكومباني الكامرونيين الذي اتضح فيما بعد انهم ما همش محامين وما همش مكلفين من طرف اللاعبين. تحايلوا على عبد السلام اليونسي. كيفاش هذوكم تحايلوا على عبد السلام اليونسي وعندي حتى الوثيقه. هل عادي عبد السلام اليونسي بالخبره نتاعو في التسيير قبل يتحايلوا عليه بالطريقه هذه؟ ها هي الوثيقه موجوده الفريقي. الوثيقه موجوده نجم نوريها لك اذا تحب. هاي. الوثيقه هاي عندي معناتها كونفونسيون تريبارتيت بين الاطراف. هاي الوثيقه هذه وثيقه هذه واحده منهم هذه العنوان نتاعها هو مش مشكل سي كامل قول لي دونك هذيا كي جاه المحامي الكامروني الالماني وتقدم لعبد السلام وقال وانا نمثل لاعبين عملوا هالكونفونسيون هذيا نتاع الصلح انت ثبت ما بقاش تثبت طلعوا جماعه هذوما متحايلين انا وقتها هو فوت على روحه وجال الاستئناف تاع القضيه ما عادش ممكن تستأنفها انا وقتاش قلت له عبد السلام ومانيش في الوقت انا ديجا خرجت هذا بيدي نقطه استفهام علاش فوت الاجل تاع السنين خاطر في باله هذايا الكونفونسيون الصلح هذايا يقول لك فاش قام نستينو وقت اللي انا عملت صلح فهمت يقول لك انا عملت صلح فاش قام نستينو انا قلت له برشكي صب شكايه جزائيه صب شكايه جزائيه ما تصبتش في تونس هو يقول البارح سمعت وقال البرة تصبت البارح وين سمعت هالمعلومه لكن العبره في تونس صبها لهنا لانهم هما جاوا كل تونس هذا هالمحامي جا كل تونس والعمليه تمت في تونس ما صبوش الكتب في قراءتك علاش مشكاش؟ ما نعرفش يقول انه الفريق القانوني نتاعو قال لا لزوم معناتها هذا علاش انا لهنا كيف العباد اللي شكيت لجنه مكافحه الفساد اعتمدت على هذا في انه مشكل زاد اي يعني قلت لك انا برشا وانا علاش رجعت له انا علاش رجعت له عبد السلام كي رجعت ناطق رسمي قلت له شرطي الاولاني انه ملف الكامرونيين يتسكر ونجحنا فينا نسكروه نجحنا كي عملنا انا وسامي عملنا كالكونفونسيون هذيك بيننا مع المحامي البلجيكي وامضى عليها عبد السلام وامضى عليها المحامي انا نسمى روحي نجحت من بعد هو ما التزمش علاش ما التزمش ما عندوش فلوس ما كانش لانه ثم شكون قال له لا باش نربحوها القضيه كالعاده قضيه التزوير اي القضيه في باش نربحوها معناتها وهذا اللي هبلك في عبد السلام انا قعدت يا ولدي راه ملف مسكر انا باش نخسروه اخسر وفارق وقول ما الله راحه دو طون بلوس اللي يلزمك تخلص باش ترفع المنع طيب البارح يقول عندي كيب ناسيونال ايه كيب ناسيونال جايبها اش تعمل بها فهمت دونك هذا اللي هبلني انا عملنا لك الكتب الكونفونسيون صححت فيها انت وبعثناها للمحامي صحح فيها وفيها ديلي وقلنا لك يا بشر ولو 26 شكون اللي ينصح فيه شكون اللي يقول له اليوم ما تمشيش في التفل والله ما نعرفش شكون يقعد معاه تو صدق انا خاطر انا حكيت انا والكاتب العام قال لي خويا ثم شكون نصحه قالوا لي ما عندكش فكره شكون ما قاليش ما حبش يقول لي سامي ما قاليش باهي اليوم دونك ماهوش تأهل المدربين الجدد في قراءتك لحد انا في قراءتي ماهوش خاطر البارح قال ما عنديش فلوس كيفاش باش يأهل؟ وين مشاو الفلوس نتاع القطري؟ قال لك قعدوا منها الترونش الاولانيه 5 مليار دولار و 400 ومشاو في هذوما الملاعبيه معلومه عندي زاد ماهيش مؤكده معلومه عندي انهم الملاعبيه ذوما الاربعه ولا الخمسه تزيريه بينهم وبين الفرق نتاعهم في حدود تقريب زوز اي وانت تجيب ملاعبيه وما يتاهلوش هذا هو هذا مش فساد هذا هو السؤال توا انت جبتهم بالمنطق انا الدبوزه هذه حطيتها لي باش نشرب منها انت الملاعبيه جايبهم لويه ما باش يلعبوا ولا البارح نسمع فيه دخت في امري قال عندي كيب ناسيونال كان لعبوا هي فاش تعمل انت كرئيس نادي فاش تعمل ما اهلهم وباش تاهلهم لازمك ترفع المنع وباش ترفع المنع لازمك تخلص سيغتون والكلام هذا قاله لي قال لي باش نخلص قبل 7 ديسمبر تذكر البطوله كانت باش تنطلق 7 ديسمبر في قراءتك مش باش يتاهلوا الملاعبين مستحيل لا ما مش يتاهلوا انا مأيس ورفعت ايدي من الحكايه هذيا الا في حاله واحده هو اللي تفكيري الخاص قاعد يستنى في الترونش الثانيه نتاع القطريه جي الترونش الثانيه نتاع القطريه جي ومع الفلوس اللي قاعدوا زوز ونص مع مانيش عارف شنو منا ترا غوشيا درواتي يكمل زوز اخرين ويخلص ولو انه قاعد ينتدب مازال الايامات هذه به